جدد مرشح جبهة المستقبل من ولاية سطيف دعوته للمشاركة بقوة في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. فلنعمل جميعا من أجل نجاح هذه الانتخابات، وإن شاء الله يوم 12 ديسمبر ستحتفل الجزائر، سيحتفل شعب الجزائر بنجاح هذا المسار الانتخابي اللي في الحقيقة هذا إحساسي. أول مرة في تاريخ الجزائر تكون انتخابات نظيفة شفافة، تكون انتخابات اللي حقيقة الشعب راح يقرر فيها. إنشاء بنك وطني للبذور لتحقيق الأمن الغذائي هو ما تضمنه برنامج عبد العزيز بلغيدة، مؤكدا أن الجزائر تملك كل الإمكانيات لتحقيق ذلك. لابد أن نخلق بنك حقيقي للبذور في الجزائر، وهذا يتطلب تقنيات علمية ويتطلب إمكانيات ويتطلب خبرة، وعندنا كل هذه الإمكانيات موجودة في الجزائر، عندنا الخبرة الكافية. هربوا البذور نتاعنا الأساسية، لأن القمح الصلب نتاع الجزائر غير موجود في أي مكان، لأن كثير من البذور الجزائرية هربوها للخارج، هربوها وداروها في بنوك أجنبية، واليوم رانا نجيبوا في البذور من الخارج. هذا والتزم بلغيدة بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع المستثمرين واستقطاب الكفاءات الجزائرية.